السلام عليكم، نحيي زيو سيتي التغطية ديالها ونشكروها بزاف. وحنا الاخوان هذا الشيء هذا راه ما راضينش به. الاخوان هو مساكنهم راهم يضيعوا السلعه، انا مسجد بقى لهم 3 ايام بيجو 4 ايام، اي راه العشاء راه لحالي ودنا مسجد، راه انا ما بعنا والو. الشيء راه حنا ضايعين، حنا خسروا الاخر ديالنا هنايا. الشيء راه ماشي معقول، هالشيء راه ماشي راضي، راه حقره هذه الاخر. عطونا شي بلاصه اللي زينه احسن من هذه البلاصه يا خوتي. هما الاخوان هما 3 ايام، ما هما هنا مساكين هنا انت البيكابات عامرين كاملين. الشيء راه ماشي معقول هادشي هذا. حنا الشيء ما راضيينش بهذه الوضعيه هذه. عطونا شي بلاصه، عطونا شي حل بعدا فين نبلاصيو. واش حنا جينا نسرجيو الشمس ولا على الدقه الشمس هنا ولا؟ لا راه جينا باش نبيعوا الدلع على الاخوان. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر زيو سيتي. الاخوان حنا كتشوفوا دابا الانسان كيعمر 4000 درهم ديال السلعه و 3500 درهم ديال السلعه، وكنجيو هنايا كنبقاو واقفين هنايا ما كنبيعوا والو. هذه ماشي وضعيه، ماشي حل. وزيد على ذلك الحل اللي كاين، قال لك انت خصك تبلاصي خاوي، ما تبلاصيش مسرجي. لان علاش دابا؟ علاش حنا دابا العشاء ومازال عاد شوف السلعه كيفاش راه دايره. هاد البلاصه ما مختصاش في الدليع، وملي المرشي كيقول لك انتم هذه البلاصه مختصه بالدليع، المرشي لداخل كيبيع الدليع. ايوا حتى المرشي لداخل ما يبيعش الدليع، الا حنا عاطينا هنا الدليع والدليع في المرشي لداخل. والبلاصه قال لك اودي بلاصي انت يا خاوي، ما تبلاصيش عامر. هذا هو اللي كاين، وشكرا. الو، بسم الله، السلام عليكم. انا كنرحب زيو سيتي، الله يخليكم. هذا الشيء اللي راكم دايرين معايا، هاد الحل راه ماشي حل. هذا رميتونا في واحد البلاصه ماشي ديال البيع والشريه. انت كنجيبوا الفياج 3 ايام حنا فيه هنايا وما بعنا والو. واش نبيعوا جوج حبات في النهار؟ راه حنا ضايعين هنايا. لا ديروا معنا شي حل، ديروا معنا شي حل نيشان. غنمشيو نتجروا حتى حنا، عندنا بالزنقه، عندنا على من خدامين. انا ماشي نبقاو هنايا 3 ايام 4 ايام على الفياج. كنشريو ب 50 نبيعوا ب 50. راه هذا راه دليع، هذا راه ماشي زعاقات. هذا الشيء راه صعيب علينا باش غادي نجيو لهذ البلاصه. لا ظل لا كذا، رميتونا في هذ البلاصه وكان غير فرقتونا بعدا شويه هاك شويه كما كنا. راه هذه ماشي الخضره داخله لداخل، ولكن الدليع راه كيجي موسمي. خويا يدبر على راسه، واحد لهيه جوج لهيه واحد لهيه، الناس تمع شويه. واش حنا غادي نبقاو نجيبوا فياج نبقاو فيه 3 ايام 4 ايام؟ راه هادشي بزاف عليه. زعما جينا عندكم باش ديروا لنا حل، باش توريونا واحد البلاصه يعني ديال البيع والشريه فين غادي نتماعشوا. دابا راه كتلتونا هنايا والو، غير الشمس هنايا حرقتنا هنايا. هي غير كتبسلوا هاد الورقه صافي، كيقول لك راه قديم ما يديوش علينا. شاريين ب 50 يقول لك دير 50 دور. ايوا احنا فوقاش غاديين؟ ايوا انت. السلام عليكم. كنشكر زيتي على هاد المبادره التي قاموا بها في هاد المساء، اللي هي تقترب الى موعد اذان صلاه العشاء مع التجار الذين يتبايعون في هذه الفاكهه المسمى بالدلاع. اذا راينا ثم حققنا عن هذه الفاكهه، هي تبقى دائما في الحراره ولا يمكن ان يتناول اي مواطن بعدما تمر عليه 24 ساعه او ازيد. بصفتي انا كقاطن في هذه الحي مرارا وتكرارا من يوم الجمعة، أني أرى أمامي شاحنات محملة بالدلاع لا أحد يسأل عليها، وهي دائما في شدة الحرارة. على الأقل أن يكون هناك طبيب يعالج هذه الفاكهة الصالحة للأكل أم لا. وأشكر الصحافة زيو سيتي، وأشكر جميع الحاضرين، ونتمنى ان تكون هذه مبادره تعطي اكلها في الايام القليله ان شاء الله. الاخوان انت هاد اللي انا ماشي لاحظوا، هو 3 ايام مساكين هما هو هنا في الارض مرمي، شكون غادي يديها الاخوان؟ وراه غيضرب فيه الشمس حتى يضيع. الشيء راه ماشي معقول، هادشي راه ماشي حل. عطونا شي بلاصه فين نسترزقوا الله تاع حنايا، حنا راه حنا مواطنين تاع حنايا، راه ماشي جايين بشي بلاصه ديال. نطلبوا منكم الاخوان ديروا لنا شي حل، الله يرحم الوالدين ديالكم. هادشي راه ماشي معقول. هادشي هذا هما مساكين هما والو عندهم هنا 200 فرق ديال الراس مالي، مشى لهم شكون غادي يعوضها لهم؟
شكون غادي يعطيو المرة بوبري مسكين غيخدم غير ب 50 درهم إلا جابها رايت الشي راه ماشي معقول هادشي هذا كاع.